وقد أتى القول على ما شئنا. الآن بدأ يختم في الكتاب، وقد أتى الكلام والقول على ما شئنا. في ماذا؟ في قسمة الميراث، إذ بينا، يقول أنا بينت لك. نعم، من قسمة الميراث إذ بينا. إذ نعم، وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة. نعم، والحمد لله على التمام، كما حمد الله سبحانه وتعالى في أول الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى من عليه بأن كان من ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حمد الله على تمام الكتاب، على تمام المنة، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن تم علينا النعمة وأتممنا هذا المتن، حتى وإن كانت هذه الدراسة دراسة سريعة لا إشكال، في أول مرة تدرس في الفرائض لا إشكال، سريعة، ثم المرة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامس، حتى تثبت بإذن الله. نعم، الحمد لله على التمام حمداً كثيراً تم في الدوام. يقول حمداً كثيراً تم في الدوام، لأن النعمة تدوم بحمد الله. نعم، وبالشكر تدوم النعم. نعم، نسأله العفو عن التقصير. دائماً من ألف فقد وقع ووضع عقله على طبق يعرضه على الناس، ولا بد كل من يؤلف يكون في تأليف الشيء، لأنه من البشر، وأبى الله سبحانه وتعالى أن يتم إلا كتاب. نعم، وهذا من صنع البشر، وإذا كان قصر يا أخي اغفرها له، وكذلك لي إذا أنا قصرت أو يعني تطاولت على بعضكم عاد تسمحوا لي وللمؤلف. نعم، قال نسأله العفو عن التقصير. نعم، نسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير. نعم، فيما نصير إليه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم و من علمنا في الفردوس الأعلى من الجنة. نعم، وغفر ما كان من الذنوب، غفر من المغفر، وهو الستر مع التجاوز، ستر وتجاوز، تقول اللهم اغفر لي يعني تسترها علي وتتجاوز عني. نعم، ما كان من الذنوب. نعم، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، قال إذا كان هناك عيب تستر علي. نعم، وأفضل الصلاة والتسليم، كما صلى في أول الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو السبب عليه الصلاة والسلام، ومحبة دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الكتاب. نعم، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. نعم، عليه الصلاة والسلام، محمد خير الأنام العاقبين. نعم، عليه الصلاة والسلام، وآله الغر ذوي المناقب، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع على دينه. نعم، وصحبه الأماجد الأبرار وصفوة الأكابر الأخيار. نعم، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، انتبه لهؤلاء، أغلق الباب. نعم، قال امشي امشي. نعم الشيخ. نعم، والحمد لله رب العالمين.